في اليوم بنذكر أو الكنيسة بتقرأ علينا الفصل الخاص بتوبة المرأة الخاطئة. الأسبوع اللي فات كان زكة، فالشهر ده قصص أو حوادث التوبة. في قصة المرأة الخاطئة عندنا 3 أسئلة جات في الحادثة دي. السؤال الأول وجهه السيد المسيح لسمعان الفريسي لما دخلت المرأة و بلت قدمي السيد المسيح بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها ودهنت قدميه بالطيب وقبلت قدميه. السيد المسيح عرف سمعان بيفكر في ايه. سمعان اثناء المرأة ما بتعمل كده أدان المرأة وأدان السيد المسيح، وقال لو كان هذا نبيا لعرف من هذه المرأة التي لمسته إنها خاطئة. فهو بالجملة دي اللي قالها بينه وبين نفسه أدان المرأة وأدان كمان السيد المسيح. فالسيد المسيح عرف بلاهوته هو الفكرة اللي بتدور جواه، فاداله المثل بتاع الشخص الغني اللي كان مدي فلوس 500 دينار لواحد و50 لواحد تاني، والاتنين ما قدروش يدفعوا فسامح الاتنين. وده تمثل ايه؟ البشرية، كلنا خطاة. صحيح عدد الخطايا مختلف من شخص لشخص، لكن في النهاية كلنا خطاة، كلنا محتاجين نقدم توبة، كلنا محتاجين للمغفرة. فده أول قاعدة كل واحد لازم يكون عارفها. فالسيد المسيح في نهاية المثل اللي قاله، قال له أيهما يكون أكثر حبا له؟ مين اللي بيحبه أكثر؟ وهنا السؤال، الله بيحب ناس وبيكره ناس؟ لا، الله بيحب كل الناس، بس مش كل الناس بتحبه. عشان كده الآية بتقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك لمن يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. يبقى الله بيحب كل الناس، وجه عشان يخلص كل الناس، لكن مش كل الناس عاوزاه، مش كل الناس بتحبه. وده يبان في قصة الابن الضال. الابن الضال يمثل كل نفس بعيدة. لما رجعت النفس دي، بيقول الأب لما بص ولقى ابنه من بعيد جاي جري عليه واحتضنه. الأب يمثل الله. لو كان الله بيكره هذا الابن الضال ما كانش جري عليه واحتضنه بسرعة، ده ما صدق. إذن حب الله للإنسان لا يتغير، ثابت. الله يريد الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الله لا يشاء موت الخاطئ مثلما أن يرجع ويحيا، بس هو مش عاوز يرجع. طب هيعمل معاه إيه؟ خلاص هو حر. أنا بقدم كل أنواع الحب، كل الوسائل، كل وسائط النعمة، لكن لو شخص رافض أعمل معاه إيه؟ خلاص هو حر، أتركه للي هو عاوز يعمله. وده اللي يبان في حديث السيد المسيح مع اليهود لما قال يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء والمرسلين إليها، كم من مرة أردت أن أجمع بنيك كما تجمع الدجاجة فراقها تحت جناحيها ولم تريدوا، هوذا يترك لكم بيتكم، يترك لكم بيتكم خرابا. كم من مرة أردت، ده أنا نفسي. طب واللي منعك يا رب؟ أنت اللي منعني يا إنسان، أنت مش عاوز. كل ما أجي أقول لك تعالى ترفض. كل الناس عاوزة تدخل الفردوس وبعد كده عاوزة تدخل الملكوت،
لكن مش كل الناس بتعمل من أجل الوصول إلى الفردوس. اغفر، لا. بطل خطايا بتحبها، لا. جاهد، لا. أصل هو غلطان، أصل أنا حصل معايا زمان، أصل أنا مش قادر. ومعظمنا بيستخدم الله كوسيلة، لما اتزنق أبقى استدعيه علشان يحل لي المشكلة. اتحلت المشكلة، نركن ربنا على الرف لما تيجي مشكلة تاني عشان نصلي، وغير كده نعيش الحياة. وربنا غفور رحيم نادم على الشر. فالله يحب الكل، الكل يحب الله، لا. الكل بيقول كده بلسانه، لكن أعماله بتظهر عكس ده. بالعكس، الإنسان بيبقى عاوز يبعد. كل ما الإنسان يقترب من الله يقترب من دايرة النعمة، من دايرة النور، وكل ما يبعد عن الله بيبعد عن النور، فبيبقى في ظلام. الظلام ملوش وجود، الظلام معناه إن النور مش موجود، لكن مفيش حاجة اسمها ظلام. الأساس هو النور، وإذا ابتعد النور عن الإنسان صار الإنسان في ظلام، وهو ده اللي بيعمله الإنسان لما بيبعد عن ربنا. وده اللي قاله السيد المسيح: وهذه هي الدينونة، إن النور قد جاء إلى العالم، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. في حد يحب الظلمة أكثر من النور؟ اللي بيحب الخطية. يبقى السؤال الأول بيقول: أيهما يكون أكثر حبا له؟ طبعا الإنسان اللي قدم توبة، الإنسان اللي قدم حب، أكيد ده هياخد، اقترب من دايرة النعمة أكتر، وبالتالي هياخد أكتر. إحنا ساعات بنصور الله كأنه ماسك مثلا كرباج وعاوز يضرب الناس ويعاقبهم، لا. ده الناس، ده ربنا عاوز كل الناس، وعاوز كل الناس تاخد. طب والمانع؟ قرب عشان تاخد، جاهد عشان تاخد. كلما اقتربت من النور ازددت استضاءة واستنارة، وكلما ابتعدت صار النور الذي فيك ظلمة. السؤال الثاني اللي سمعناه النهاردة في مثل، في حادثة المرأة الخاطئة، وجهه السيد المسيح للفريسي، قال له: أتنظر هذه المرأة؟ هو أنت شايف المرأة دي؟ أيوه طبعا، خاطئة، تستحق الردم، ملهاش قيمة، المفروض دلوقتي نموتها ونخلص منها حسب الشريعة. شايفها طبعا، ست وحشة، المفروض إنها ما تدخلش هنا أساسا. لو أنت نبي حقيقي كنت المفروض دلوقتي على الأقل طردتها، لو ما كنتش أمرت بقتلها عشان العالم يرتاح منها. ده رأي سمعان. الرأي ده ما قدرش يقوله للسيد المسيح، كان خايف منه، لكن ده اللي كان بيدور جواه. وده الفرق بين رأي البشر وبين رأي الله. ليه؟ الناس باصين للظاهر اللي قدامهم، لكن ما يقدروش يحكموا على الباطن اللي جوه. محدش شايف المشاعر اللي جوه غير الله، ومحدش يقدر يقدر ظروف كل إنسان واللي مر بيه طول حياته غير الله. عشان كده يقول سليمان الحكيم أثناء ما كان بيدشن الهيكل وبيصلي لربنا، بيقول لله: فاسمع أنت من السماء مكان سكناك، واغفر واعطي كل إنسان حسب كل طرقه كما تعرف قلبه، لأنك أنت وحدك تعرف قلوب بني البشر. محدش عارف اللي جوه غيرك أنت يا رب فقط. عشان كده دايما حكمك على الناس مختلف عن أحكامنا خالص. وده اللي حصل لما جه ربنا اختار داود. داود ما كانش حاضر الوليمة. صمويل النبي راح لبيت يسة، وجيسة كان عنده 8 ولاد، 7 كانوا حاضرين، والصغير ده ما ينصحش يقعد مع الكبار، فما حضرش طبعا. ده بره، ده بيرعى الخراف، اللي قعدوا في القعدة بتاعت الكبار.
فربنا رفض السبعة وقال لصمويل الصغير ده. كل الناس ما كانتش تتخيل الغلام ده هو اللي انت هتختاره ملك. هي الدنيا خلصت، ما فيش حد كبير يحكم المملكة دي، مش جايب غير الغلام الصغير ده. ايه ده؟ ايه الاختيار الغريب ده؟ ويرد ربنا ويقول ان الانسان ينظر الى العينين، يعني للظاهر للشكل الخارجي، واما الرب فانه ينظر الى القلب. ومن يستطيع ان يعرف خفايا القلب غير الله وحده؟ وعشان كده ربنا قال لكل الناس لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا. دايما الحكم بنتسرع فيه. يا ترى عارفين ظروف كل واحد كانت ايه؟ يا ترى لو مرينا بنفس الظروف مش ممكن كنا هنبقى أسوأ من الأشخاص دي؟ ودي أسئلة لازم كل واحد يسألها بينه وبين نفسه قبل ما يحكم على كل إنسان. يا ما ناس حكمنا عليهم أحكام صعبة وبعد كده ظهرت إن ظروف الناس دي كانت وحشة، واللي وصلوا ليه نتيجة حاجات صعبة مروا بيها في حياتهم. عشان كده القديس بولس يقول إذا لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب، وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. طيب علشان نكون عمليين، السؤال ده عاوزين ناخد منه تدريب عملي. ايه هو؟ لما تلاقي انسان صعب ما تدينوش، صلي من لله انه يغيره. لما تلاقي انسان صعب قابلته في حياتك، بدل ما تقول ده كذا وكذا وكذا وكذا، قول يا رب اغفر له، سامحه، غيره. لما هقول كده، اول حاجه هتجنب خطيه الادانه، تاني حاجه النعمه هتشتغل جوايا، تالت حاجه الصلاه اللي بصليها هتخلي النعمه تشتغل مع الشخص ده. لكن ادين 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 باخد خطايا بس، وفي النهاية غالبا اللي أنا بقوله غلط، لأن أنا مش عارف الإنسان ده ظروفه إيه والتجارب اللي مرت في حياته إيه. الحاجة التالتة اللي عاوزين نقولها من خلال السؤال ده، لما تيجي تقدم توبة أو الإنسان يتوب، يبقى لازم التوبة دي توبة عملية. أي حد هنقابله هيقول أنا خاطئ، أسهل كلمة كل واحد يقولها، وأصعب حاجة إن أنا أغير حياتي. التوبة مش معناها إن واحد يقول يقف ويقول أنا غلط، التوبة لازم تكون لها شكل عملي زي اللي عملته المرأة الخاطئة. لو كانت هذه المرأة جلست في بيتها وقعدت تقول أنا خاطئة، أنا وحشة، أنا مستاهلش، كانت سمعت أعظم جملة في حياتها مغفورة لك خطاياك؟ لا، إنما قدمت التوبة بشكل عملي. عملت إيه؟ راحت لبيت الفريسي، ودي في حد ذاتها مشكلة، لأنه هي مرأة خاطئة وده راجل فريسي، على الأقل هيطردها وممكن يضربها أو يؤمر أو يحاول رجمها. بموجب الشريعة دي ترجم، تترمي بالحجارة لحد ما تموت. فعلشان تروح لبيت الفريسي دي مش شيء سهل، ده شيء صعب جدا. وبعدين لما راحت ما قدرتش تبص لوجه السيد المسيح، تقول كده ووقفت عند قدميه من ورائه باكية وابتدأت تبل قدميه بالدموع وكانت تمسحهما بشعل رأسها وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. والآية دي فيها على الأقل 5 أفعال. أول فعل يدل على الخجل، هي خجلانة من نفسها ومن العيشة اللي هي عايشاها، عشان كده وقفت عند قدميه من ورائه وابتدأت تبل قدميه بالدموع، وده يدل على إيه؟ الندم، الندم على الخطأ. يبقى أول حاجة وقفت من ورا خجلانة، تالت حاجة
بكت لدرجة انه بلت قدمي السيد المسيح بالدموع، وده يدل على الندم. الحاجة الثالثة، وكانت تمسحهما بشعر رأسها، ومجد المرأة في شعر رأسها، زي ما قال الإنجيل، لأنه مجد المرأة في شعر، معنى أنها تمسح قدمي السيد المسيح بشعرها يعني أغلى حاجة في جسمي والشيء اللي بتفاخر بيه قدام الناس أنا بقدمه لك يا رب. وده قمة الاتضاع والانسحاق. يبقى أول حاجة خجل، تاني حاجة ندم، تالت حاجة اتضاع، وبعدين تقبل قدميه. قمة الحب، أنا مش هقدر يا رب أقبل راسك، أنا ما استاهلش، أنا يا دوبك كفاية أقبل قدميك ده أنت لو قبلت. قمة الحب. وأخيرا تدهنهما بالطيب، والطيب كان غالي جدا في الوقت ده، لأنه في مثل في حادثة أخرى بتقول أنه حادثة ساكبة الطيب دي، شخص دي برضو وامرأة كانت خاطية وجابت طيب ب 300 دينار سكبته على رجل السيد المسيح، وقال للتلاميذ هي بتصنع ده لأجل تكفيني. 300 دينار يعني أجرة عامل في سنة، العامل كان بياخد دينار، 300 دينار يعني أجرة عامل في سنة. تدهنهما بالطيب يعني تقريبا خدت كل فلوسها واشترت بيها طيب علشان تقدمه للسيد المسيح، وده يدل على ايه؟ الترك. يبقى التوبة عاوزة افعال دي: خجل، ندم، اتضاع، حب، ترك. في 5 افعال. خجل لما وقفت من ورا ما بصتلوش، وندم لما قعدت تبكي لدرجة انه بلت بدموعها قدمي المسيح، والتضاع لما مسحت شعرها، لما مسحت قدمي السيد المسيح بشعرها، وحب لما قبلت قدميه، وترك لما دهنت هذه الأقدام بالطيب. إذا التوبة توبة عملية، والتوبة لها ثمار، يعني بتغيير في حياة الإنسان. مش أنا تائب أنا تائب، أنا غلطان أنا غلطان، وهو ما غيرش حاجة في حياته، ويجي يعترف وبعد شهرين يعترف بنفس الخطية بدون أي تغيير ويقول أنا تائب أنا ربنا يغفر لي. لا، أنت ما عملتش حاجة علشان تغير نفسك، أنت بتقول جملة بس، لكن أنت ما عملتش أي حاجة عملية عشان تغير نفسك، غير هذه المرأة اللي قدمت كل حاجة عشان تسمع أغلى وأحلى كلمة. السؤال الأخير اللي ورد في هذه الحادثة بيقول: من هذا الذي يغفر الخطايا أيضا؟ ده قالوا اليهود اللي كانوا شايفين الحادثة دي، من هذا الذي يغفر الخطايا أيضا؟ لأنه سيد المسيح قال لها مغفورة لك خطاياك. هو ده مين اللي بيغفر الخطايا؟ ده الله الظاهر في الجسد. لو لاحظنا انه سمعان الفريسي في اول القصة لما جت المرأة دي قال ايه؟ لو كان هذا نبيا لعلم هذه المرأة وما حالها انها خطئ. لو كان نبيا، يبقى اقصى تفكير انه السيد المسيح هو ايه؟ نبي عظيم. وقال لما قال لسمعان عندي كلمة أقولها لك، قال له قل يا معلم. يبقى بالنسبة لليهود السيد المسيح نبي عظيم، معلم قدير، لكن الله الظاهر في الجسد دي مش واردة خالص على ذهنهم. عشان كده السيد المسيح قال مغفورة لك خطاياك، يعني أنا الله الذي يغفر الخطايا. مين يقدر يقول مغفورة لك خطاياك غير الله وحده؟ لأن الخطية موجهة إلى الله، واللي يقدر يغفرها هو الله وحده، ما فيش حد تاني يقدر يغفرها. الكاهن نفسه وهو بيصلي على أي للشخص اللي بيعترف بيذكر نفسه معاه باعتبار أنه هو محتاج هو كمان، ويذكر نفسه قبل الإنسان اللي بيعترف. لكن مين اللي يغفر الخطية؟ الله وحده. عشان كده في هذه الحادثة إعلان للاهوت السيد المسيح: من هذا الذي يغفر الخطايا أيضا؟
هذا هو الله الظاهر في الجسد، هذا هو مخالق العالم، هذا هو الذي يريد الجميع يقبلون، ولما عرفت الحق الجميع يخلصون، وعرفت الحق يقبلون. ده من هذا الذي يغفر الخطايا؟ مش نبي عظيم، مش معلم قدير، أعظم من كده بكتير. هو الله الذي جاء في صورة إنسان عشان يخلص البشرية. إذا النهاردة إحنا خدنا من القصة دي 3 أسئلة وردت فيها. السؤال الأول: أيهما يكون أكثر حبا له؟ اللي سامحه كتير. السؤال الثاني: أتنظر هذه المرأة؟ يا أيوة شايفها، شايفها بعينيك أنت، لكن مش شايفها بعيني أنا. شايفة أنت، شايف الظاهر، لكن أنا شايف اللي جوه. آخر سؤال: من هذا الذي يغفر الخطايا أيضا؟ ربنا يملككم بالنعمة وحافظ عليكم وبارك في حياتكم، ولله المجد الأمين أبديا آمين. أنيات خنوم اسمينيس وبنت بايعه بيوي بيوي كطاب فراني من را تي انت بي كريستوس ابي تسهي من بي بورني اسري من